وزارة الإسكان تعلن سحب القرعة على عدد من طلبات الأراضي السكنية بمحافظة مسقط وولاية محوت في محافظة الوسطى. أصدرت هيئة تقنية المعلومات تنبيها حول ازدياد حالات الاختراق لحسابات الواتساب التي رصدها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، حيث يستخدم المخترق تقنيات الهندسة الاجتماعية للحصول على رمز التحقق من الضحايا، ثم يقوم بانتحال شخصية مالك الحساب والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة به لطلب مبالغ مالية، ويوصي المركز باتباع خطوات منع هذه الحوادث. وزارة الزراعة والثروة السمكية تكرم الفريق الحاصل على المركز الأول في مسابقة ابتكار الكويت للفتيات 2018 من خلال مشروع مكافحة دباس النخيل بمستخلصات طبيعية آمنة.